دخان المعارك في إقليم ناغورو كارابا قد يوقف ولو مرحليا اتفاق موسكو بين الطرفين المتحاربين، جيش إقليم كارابا المدعوم من أرمينيا وجيش أذربيجان المدعوم من تركيا. الاتفاق نص على هدنة إنسانية لتبادل الأسرى والجثث ونقل الجرحى. بعد مفاوضات مطولة اتفقنا على الوثائق التالية استجابة لنداء من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووفقا لاتفاق مع الرئيس الروسي ورئيس جمهورية أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا عن ثلاث نقاط: أولاها إعلان وقف إطلاق النار من الساعة 12 ظهرا يوم 10 أكتوبر 2020 لأغراض إنسانية لتبادل أسر الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى. المبادرة الروسية إذا ما نجحت ستخرج إقليم ناغورو كاراباغ من معاناته الإنسانية التي يعيشها منذ 27 من الشهر الماضي بعد بداية المعارك بين جيش الإقليم مع الجيش الأذربيجاني، لكن معاناة المدنيين في الإقليم من القصف الجوي أدت إلى نزوح آلاف المدنيين إلى الحدود مع أرمينيا، فيما يعيش البقية منهم في سراديب تحت الأرض. أطلقوا النار علينا من طائرة بدون طيار، ليست طائرة استطلاع بل طائرة قتالية بدون طيار، ضربت المدينة صباح الأحد الماضي، ومنذ ذلك اليوم ونحن في هذا القبو لا يمكن التنبؤ موعد القصف، نحن تحت الحصار لا نعرف شيئا. أرمينيا تتهم تركيا بأنها سبب خلق فتيل الأزمة في المنطقة، منطقة تعيش على الخلافات منذ حقبة الاتحاد السوفيتي، لكن دعم سلاح الجو التركي للجيش الأذربيجاني أعطى للحرب هذه المرة مؤشرات أخرى. اتفاق موسكو أو ما يصطلح عليه بالهدنة الإنسانية يحتاج إلى نوايا حسنة لتفعيله على أرض النزاع والخلاف هنا في إقليم ناغورو كاراباغ. محمد الفنيش، قناة الغد، من حدود إقليم ناغورو كاراباغ مع أرمينيا.